نتكلم طبعا اكيد اكتر عن رمضان، بس يعني عرفني وعرف المشاهدين احمد شكري فين دلوقتي؟ مفيش شيء السنه دي، الحمد لله جيت نادي الترسانه. يمكن الموسم اللي فات ما حصلش نصيب ان الواحد يظهر مستوى قوي، يعني كان يعني خارج ظروف الواحد، لكن ان شاء الله الواحد جه نادي الترسانه. طبعا نادي كبير والناس كلها عارفه حجم نادي الترسانه، فجيت وان شاء الله عندي هدف باذن الله الواحد يرجع للدوري الممتاز تاني ان شاء الله باذن الله. انت طبعا كنت ناشئين الاهلي، يعني كلمني بقى عن الرحله دي من اولها لحد ما تصعدت للفريق الاول. مفيش، يمكن الحمد لله من وانا عندي 8 سنين وانا في النادي الاهلي لحد ما طبعا زي ما انت عارفه بقى في منتخب شباب، وقدرت الحمد لله ان انا اكون متواجد على طول في منتخب الشباب لحد ما بدانا كاس عالم، اللي هو الكاس عالم في مصر 2009. يمكن الحمد لله شاركت وشاركت بصوره كويسه جدا. يمكن بعد كاس العالم على طول كابتن حسام البدري كان هو ساعتها هو المدير الفني نادي الاهلي. يمكن ابتديت بقى من 2009 بالظبط مع النادي الاهلي، قعدت حوالي بتاع 5 سنين مع النادي الاهلي. الحمد لله خدت بطولات ولعبت وشاركت في ماتشات كتير، وكان لي الشرف ان انا في يوم من الايام الحمد لله انا قدرت العب في النادي الاهلي. يعني الحمد لله تألقت طبعا زي ما قلت بشكل كبير في مونديال الشباب، وخاصه في مباراه ايطاليا. احكي لي عن تفاصيل البطوله دي. مفيش والله، يمكن ظروف البطوله دي يمكن ناس كتير ما تعرفش، كان بالنسبه لي انا صعب جدا. يمكن الفتره دي كنا معسكرات مثلا 3-4 سنين، فكنت بشارك على طول الحمد لله بصفه اساسيه. فلما جه كاس العالم يمكن اول ماتشين ما كنتش بقوم اسخن حتى مع الدك، فطبعا كان احساس صعب جدا. بس الحمد لله عشان الواحد كان تعب، وعلى مدار ال4 سنين الواحد تعب واجتهد. في اول ماتش اللي هي الحمد لله ايطاليا زي ما انت قلتي كان استاد القاهره، طبعا ما فيش مكان فاضي طبعا. فبس من دي كانت بدايه الحمد لله، قدرت ان انا اشارك واجيب جونين، وكانت من هنا يعني الحمد لله اعتقد ان هي دي كانت البدايه، يعني هي دي اللي حطت الواحد على الطريق، يعني كل واحد وصل له من كاس العالم يعني الحمد لله. يعني انت شايف ان دي البدايه، دي نقطه البدايه بتاعتك؟ طبعا هي دي نقطه البدايه، كل يعني كل مرحله وليها بدايه، لكن هي دي يعني اول بدايه ليا في حياتي، يعني اللي هي طبعا الناس تعرف مين احمد شكري، بيلعب في منتخب مصر، الكلام ده كله انت اتعرفت عن طريق منتخب مصر. لكن بعد كده الخطوه اللي بعديها طبعا اللي هي الخطوه الكبيره اللي هو عن طريق النادي الاهلي، اللي انت قدرتي طبعا تطلعي في جيل، يعني الواحد مش عايز يتكلم، يعني طبعًا. ان انت اصلا تتمرني مش تلعبي مع جيل زي ده، احسن من احسن الاجيال جت في تاريخ مصر. فالحمد لله كان الواحد ليه الشرف ان هو قدر يلعب في مع جيل طبعا من احسن الاجيال جت، فشرف ليا ان انا قدرت الواحد بمجهود وامكانياته ان هو يقدر يلعب مع اللعيبه دي طبعا كلها الحمد لله.